السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع نفس المراتب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله جل وعلا أن ينجز لنا شرح هذه الكتب، نسأل الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نبدأ بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جزاكم الله خير. كما بينا أمس في قول الله جل وعلا التفت الساق بالساق أنها على ظاهرها، وإن كان ورد عن السلف عن ابن عباس عن السدي وعن غيره بأنها التفت الساق بالساق، اشتد الأمر وجاءت المشقة فوق المشقة والعناء فوق العناء، لأنه راحل من هذه الدنيا مقبل على القيام والمثول بين يدي الجبار سبحانه جل في علاه. وهذه تبين لك صحة ما تبناه ابن عباس أيضا، وإن كان النقل إليه في السند فيه كلام على قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وعلى شدة هول الموقف، وأيضا هي في الظاهر لأنه يجعل الرجل على الرجل عندما يغسل الميت أو يغسل الميت، وبعد ذلك يذهب إلى قبره أو المنازل الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق، الرجوع والمآب والحساب إلى الله جل في علاه. قال فلا صدق ولا صلى، وقلنا بأن هذه الآية يستدل بها أهل الأصول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه قال فلا صدق ولا صلى فحاسبه على عدم الصلاة، وأنه يحاسب على التكذيب لأنه كافر، والكافر ولو صلى ألف مرة لا تقبل منه الصلاة، لا تقبل منه، لكن هو فائدة ذلك أن يركب العذاب فوق العذاب عليه. ولذلك قال الله جل في علاه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مع هم مشركون أصالة، ولذلك قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبالرسول. وقلنا فلا صدق ولا صلى، يعني صدق ممكن أن نحيل المعنى على أنها على التصديق وعلى الصدقة، وإن كان الأصح أنها على التصديق وليس الصدقة، وهذا وهم منا. لذلك قال الله جل وعلا ولكن كذب، الإضراب هنا أظهر المعنى في هذا الباب، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد نقول فلا صدق ولا صلى هنا، والمناسبة ما المناسبة بينها وبين قول الله جل وعلا ولكن كذب وتولى؟ صبري، أي تضاد؟ عملي؟ تأمل تدرك. ممكن أقول يعني أسهل عليكم، فكأنها لو جعلت الصلاة رمزا لشيء ستفهم المعنى. قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
نعم نعم. طيب، فلا صدق ولا صلى، فكانت صلى هنا رمز للانقياد والاستسلام لأوامر الله جل في علاه، لأنه يعرف العابد أنه عابد إلا بأمر الله جل في علاه، فينقاد وينصاع إليه ويفعل ما أمر به. فلذلك ناسب أن يقول تولى، لأنه لم يأتمر بأمر الله جل في علاه، فناسبه أن يكون تولى. فيكون فلا صدق ولا صلى أنه لو صلى انقاد وانصاع إلى أوامر الله جل في علاه، ولكنه لم ينقض لربه جل في علاه، ولكن تولى كذب ولم ينقض. هذه المناسبة في هذا الباب، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهذه أيضا فيها دلالة على كفر التكذيب، وكفر التكذيب فيه اتفاق، ليس فيه خلاف بين العلماء. كفر التكذيب فيه اتفاق، حتى المرجئة الذين يرون بأن الإيمان هو التصديق لا يرون كفرا إلا بالتكذيب، لا يرون كفرا إلا بالتكذيب. وطبعا إذا وردوا كفرا في الظاهر يقولون هذا علامة على تكذيب القلب، علامة على تكذيب القلب. قال ولكن كذب وتولى، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكذب، وهي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن في قول الله جل في علاه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وهذه أيضا أن 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 التولي صفة من صفات الكفار، فمن اتصف بهذه الصفة ففيه صفة من صفات الكفار، ولا بد الإنسان أن ينأى بنفسه أن يتصف بصفة من صفات الكفار. وهذه أيضا فيها دلالة على تقعيد أهل الإيمان والأصول والاعتقاد بأنهم يقولون قد يتصف المؤمن بصفة من صفات الكفار، والتبعيد في هذه المسألة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال إنك امرؤ فيك جاهلي، لكن لم تنطبق عليه كليات، لذلك لم يخرج من الملة، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته ومتكبرا زاهيا يرى نفسه فوق الجميع. وهذه الآيات كما قال ابن عباس نزلت في أبي جهل، يعني هذه الآيات نزلت في أبي جهل. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، لأنه يرى أنه أعز من مشى على الأرض في مكة. ولذلك أنت ترى عندما قال هذا صفوان بن أمية، ولا من الذي قال لسعد بن معاذ، قال لا يعلو صوتك على سيد هذا الوادي، فقال دعنا منك أنت، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قاتلك على فرس. فذهب إلى امرأتي فقال أما علمت ماذا قال محمد؟ قالت ما كذب محمد، بشرته بالخير. لما قال أنه قاتلي فقالت ما كذب محمد قاتل، يعني نهايتك قربت. فالغرض المقصود أنه سيد الوادي، وهو يقال ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه بين ثيابه بمجامع ثيابه وقال له أولى لك فأولى، على ما وهمنا أمس في المعنى الظاهر، ولكن هي كانت في أبي جهل. قال ثم ذهب إلى أهل يتمطى، وفيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الصفة المقيتة التي لا يحبها الله جل في علاه ويبغضها إن كانت في أحد من المؤمنين، فكيف إن كانت في العلماء أو طلبة العلم؟ إبراهيم بن أدهم يقول حق على العالم أن يأخذ التراب ويحمله ويضعه على رأسه تواضعا لله جل في علاه، فكيف يسم طالب علم أو عالم بأنه متكبر؟ نعم، أنت لازم تعلم من أين أتت هذه الكلمة. أتت من جاهل تصدر يعلم الأطفال، فهو وهو جاهل ليس بعالم ليس طالب علم، لكن هو يعلمهم الصغار أو الطلايع مثلا اللي يسموها طلايع، وهو يعلمهم هو أمامهم عالم، فلما تقول له هو ليس بطالب علم لازم يفعل ذلك، لازم يقول عليك أنك متكبر، لكن أنت بتضع الشيء في موضعه وتضع الأمر على حقيقته، وهذا مقلق جدا للناس، مقلق جدا للناس أن تضع الشيء في موضعه وأن تظهر الحقائق التي يجتهدون اجتهادا عظيما في إخفائها، وهي لا تخفى ولن تخفى، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فالكبر صفة ممقوتة، قال الله جل في علاه الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبه الله ولا يبالي سبحانه جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة ومنع كل سبيل إلى الكبر. رجل كان يمشي يتبختر في مشيته كالطاووس فخسف الله به، فهو إلى سابع أرض ويتجلجل فيها
إلى يوم القيامة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى. يقال أن سلم ابن عباس ورد عنه عن ذلك، وورد أيضا بعض الأثار، لكن الأسانيد أيضا يتسامح فيها في هذا. هذه سبب نزول أن النبي سلم أخذ بمجامع ثياب أبي جهل وقال له أولى لك فأولى. هي الظاهر أولى لك يعني أولى لك الإيمان، أولى لك الإسلام على ما فسرناه من أمس. ولكن هو يعني العلماء قالوا بأنها تسير مسير قول الله في علاه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من باب ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني هو فيها الاحتقار والذلة والمهانة، وفيها بيان بأن هذا البئيس التعيس المتكبر المتجبر أنه على مشارف هلك. فلذلك قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فتهديد مؤكد بالتكرار، والتكرار لرجفة القلب وهزة الأركان. ولكنه لم يكن كذلك، فهو كان رد الفعل أعتى وأطغى، وهذا معلوم لأن الله تعالى يستدرج من حيث لا يعلم الإنسان، يعطيه الموعظة في صورة التهديد والوعيد فيتكبر ولا يزيده إلا طغيانا. وهذا موافق لقول الله جل في علاه، ما هو موافق لقول الله، لا لا ممتاز، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار، وهو عليهم عمى فوق العمى، فهو لا يزيد من ذلك. والله تعالى يعلم هذا، لذلك الله تعالى يزيدهم في البلاء بزيادة الإيش؟ إقامة الحج، زيادة إقامة الحج ليزداد طغيانا، ثم ذلك يصل إلى معلوم الله فيه، يعني يظهر معلوم الله فيه، فتكون النهاية التي المحتمة على مثله. فقال له أتتوعدني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت وربك لا تستطيع أن تفعل معي شيئا، أو كلام مثل هذا. وطبعا هذا يعني إذا تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقد تجرأ على الله جل في علاه، وهو الكافر، وكافر يعني أنت ترى أن الله تعالى جعله من أحقر الناس، وقتلته كانت شر قتل، قتلته كانت شر قتل، يعني ما من أحد في بدر قتل مثل ما قتل هو، يعني عتبة بن ربيعة قتل قائما، يعني على الأقل قتلة مشرفة له، وقتله من؟ حمزة أسد الله أسد وأسد رسوله، لما هذا قتله شبان يا فئان صغيران، صحيح؟ وبعد ذلك قام ابن مسعود على صدره برجله وحز رأسه، شر قتلة كانت له. لذلك لما اختلف الضربة، لما كما يعني جاء في السير أن عبد الرحمن بن عوف وقف، فجاءه معوذ وجاءه معاذ، وهو شبان يا فعال لم يبلغ العشرين، كل واحد منهم يقول أين أبو جهل يا عم؟ قال ولما تسألان عن أبي جهل؟ فقال سمعنا أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونريد أن نقتله، فقال هذا صاحبكم، فاختلف فيه الضربة فسقط الرجل. حتى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني سيفك، وقال الآخر أرني سيفك، كلاكما قتله، لكن جعل سلبه لمعوذ على ما أعتقد، لأنه كان هو الذي كانت الضربة هي القاتلة فيه. ثم قام ابن مسعود وجاء إليه برجله على صدره، أي احتقار فوق هذا، برجله على صدره، ثم نظر إليه فقال من أنت؟ فقال أما ألست رويعي الغنم؟ شوف حتى في التكبر هو محتقر، أنت ما قال له راعي الغنم، حتى يصغر، أنت رويعي الغنم؟ فقال له الدائرة لمن؟ قال بما تتغيظ به يا عدو الله. ثم قال له ما أنا إلا رجل قتله قومه، يعني ما تترفعوش علي، ما كبر هو في نهاية إذا أراد الله بعبد هلاكا أغلق عليه كل أبواب التوفيق. فحز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا تهديد وتكرار كما قلنا لهز لرجفة القلب وهز الأركان، وهذا لا يحدث مع الطغيان بحال من الأحوال. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الإمام الشافعي كان يقول في هذه الآية أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ لا، الله تعالى بين أنه ما خلق الخلق إلا لحكمة عظيمة، فلا يمكن أن نقول بأن الله كون هذا الكون ببديع خلقه ونسقه أعظم التنسيق وأنزل الكتب وأرسل الرسل على لا شيء. قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يترك كذا لا يؤمر ولا ينهى. قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، فلا بد من الأمر والنهي في ذلك، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق بس إلا ليوحدون. لذلك الإمام الشافعي قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يترك هكذا لا يؤمر ولا ينهى. وأيضا جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره بأنه قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا، وهو مهملا معناه أنه لا يؤمر ولا ينهى. لا، الله تعالى خلق، وإلا لو تركه سدى لكان إيش صبري،
شوف أنا المفروض سرعة البديهة، لأن سهل جدا كتاب الله العلم به بيكون بيعطي يعني بيجعل القلب يعني فيه ما فيه من النقاء. هات طب هات ممتاز، هذا الذي أريده، هذا الذي أريده. إذا لم يغر عنها وخالق لما عبثا حاشا لله، فهذا يكون في سوء أدب مع الله الذي فعلاه، كأنه طعن في إيش؟ في حكمة الله. الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، فإن قلت أنه لا يؤمر عنها يبقى أنت ألغيت الحكمة من الخلق. أخلق الخلق للأكل والشرب هكذا، إذن هم والحيوانات إيش؟ سواء خلق. ولذلك الله تعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فهنا في قول الله تعالى أيحسب الإنسان، وهذا فيه أيضا التهديد، هذا فيه التهديد، الأسلوب فيه ضمنا التهديد، يعني أتحسب أنك لا تؤمر ولا تنهى؟ ستؤمر وتنهى، فإن أطعت فلك الثواب وإن عصيت فعليك العقاب، لأنه مفاد وثمرة الأمر والنهي أن من أطاع فله الجنان ومن عصى فله النيران. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا لا لا، لا يمكن أن يكون هذا الظن في الله جل في علاه، لأننا نعتقد بأن الله جل في علاه له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. ومن كمال الله جل في علاه أنه لم يفعل فعلا إلا إيش؟ حكمة سبحانه. ولذلك نقول كل الأحكام منوطة بالحكم، علمها من علمها وجاهل من جاهلها، وبعض الأحكام على الغالب وبعض الأحكام لم تظهر الحكم فيها اختبارا، أو قل لم يجعلها حكمة في عين المجتهد من أجل التعبد المحض، من أجل أن يرى هل أنتم حقا أنتم عباد لله حقا أم لا. لأن ركن العبودية الأعظم هو تمام التسليم والانقياد والذل للرحمن سبحانه وجل في علاه، هذا ركن العبودية الأعظم في هذا. لذلك أنت ترى في بعض الأحكام يشرع الله جل في علاه، أنت تقول الحج، طب ليه ما أفعل ذلك؟ طب ليه ما سبع حصيات وأنا أرمي؟ فاهم؟ ليه ما سبع؟ ليه ما العدد؟ ليه ما أنا أذهب إلى عرفة وأبيت؟ مع أن الحكم ظاهرة في بعض المسائل، لكن أغلب أبواب الحج كلها تسليم، اختبار العبودية لله جل في علاه في هذا الباب. لكن أغلب الأحكام حقيقة لو فتشت لابد أن تراها إيش؟ معللة، لأنها تثبت الحكمة لله جل في علا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ شوفنا الله تعالى يقول تذكر ما أنت فيه، لما تمشي على الأرض متكبرا؟ لما ترى في نفسك بأنك تتعالى كأنك فوق الجبال الشاهقات؟ والله تعالى بيّن يعني بقالة حجم الإنسان، قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فذلك يقول الله لم يكن نطفة من مني اليمنى، المني الذي يخرج من الصلب، وأيضا مني المرأة من الترائب وتخص بالبويضة فيكون منها هذا الإنسان، يعني من ماء مهين. أين أنت من خلق السماوات والأراضين، من الشمس، من القمر، من البحار، من الأنهار، من خلق الله جل في علاه الذي يظهر لك عظيم ربوبية الله جل في علاه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان. طبعا هذه لفتة يلفت الانتباه هنا الله جل في علاه عندما يبين لك ضآلة ما أنت فيه وضآلة حجم ما أنت فيه، ويسر طريقة الخلق عندك، هذا يلفت انتباهك لأن إيش؟ المعاد أيسر وأسهل. خلقك من نطفة، إذن يعيدك أيسر وأسهل. وصرح بذلك، قال لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر. ثم كان علقة، هذا يبين طور الإنسان، طور الإنسان، هذه جعل الإنسان في أكثر من طور. أولا يكون تخصيب البويضة صحيح نطفة، ثم يكون علقة، وعلقة والدم العلوخة صح العلقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة، ثم بعد ذلك الله جل في علاه يجعل الصورة نفسها بالعظام واللحم، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح عندما يأتي الملك ويقول ربي، أي ربي ذكر أم أنثى، أي ربي الأجل، أي ربي الرزق، أي ربي أي رب الأجل، فهنا أي رب شقي أم سعيد، ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى فينفخ فيه الروح بعد الكلمات الأربع التي يمليها الله جل في علاه على الملك. فكأنه يقول هذا أيسر على الله جل في علاه أن يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده. لذلك العلماء اختلفوا في القياس هنا، هل هو قياس مساوي أو هو قياس أولوي؟ والصحيح أنه في الأصل قياس أولوي، لأن الله تعالى قال أهوى وهو أهون عليه،
فهو قياس أولوي. الصحيح الراجع أنه قياس أولوي، كما خلقك فأيسر عليه أن يعيدك. قال ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، وهذه أيضا دلالة على قدرة الله جل في علاه أن خلق الإنسان وسوى. تعلمون أن أول خلق هو آدم، صوره الله جل في علاه ولم ينفخ فيه الروح حتى مر عليه إبليس وطاف به، فلما دخل من فيه وخرج من دبره قال إنك لإيه؟ أجوف، إنك لضعيف. وأجوف معنى ذلك يعني أنك إيه؟ تحتاج إلى شيء، إلى غيرك، تحتاج إلى طعم وشراب، تحتاج لقوام حياة. فقال والله إنك لضعيف، قال وهو الشيطان أضعف منه وهو لا يدري. الغرض المقصود هنا عظيم ربوبية الله جل في علاه، قال ثم كان علقة فخلق فسوى، جعلك تمشي على رجلين ولا تمشي على الأربع كالحيوانات، وجعلك جعل العين البصيرة تنظر كل شيء، وجعل لسانك يعني يعرب عما في داخلك، وجعل لك أذن تسمع فتعقل فتجيب. كل ذلك من عظيم خلق الله جل في علاه، من عظيم نعم الله على العبد. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهذا أيضا بيان لعظيم خلق الله جل في علاه أنه أخرج من هذه النطفة ذكر وأنثى، كما بيّن الله جل في علاه أنه رزق هذا إناثا ورزق هذا ذكورا ورزق هذا ذكورا وإناثا، وجعل الثالث إيش؟ عقيم. هذه من عظيم خلق الله جل في علاه، لتعلم أنها محض ربوبية، وأن الله ما شاء كان، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شوف طرح المسألة العقلية أمامك لترى إن كنت عاقلا، إن كنت لبيبا أريبا، أن ترى بأنه الذي خلق هذا الخلق وأبدعه وسواه وعظمة الربوبية في مظاهره دلالة واضحة جدا، لابد أن تقول له أن يعيد أو يستطيع أن يعيد، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وردت آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة وموقوفة، أنه قال بأنه عن أبي هريرة عن غيره وعن ابن عباس أنه لما قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى قال سبحانك بلى، سبحانك بلى، يعني بلى قادر. وهي في آيات كثيرة، حتى في التين والزيتون، صحيح أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهذه الأثار أغلبها ضعيف، هذه الأثار أغلبها ضعيف. فيعني إن كنت في صلاة في الفرض فإذا سمعت الآية أنا أدين الله بأنك لا تقول، أن لا تقول، وقد يتسامح في النفل، قد يتسامح في النفل، أو أنت تسمع القرآن يعني يمكن أن تقول به، لكن في الفرض لا تقول، ولم يرد ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا قرأت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إن الله قادر، والله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال الله جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا ختام هذه السورة العظيمة، سورة القيامة، وقد بيّن الله جل في علاه عندما ابتدأها عجيب جدا، عندما ابتدأها قال لا أقسم يوم القيامة، ولما اختتمها بالمعاد أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني حق، وأن رجوعكم إليه حق، وأن مثولكم بين يديه حق، وأن الله جل في علاه يحاسب المطيع وغير المطيع والعاصي، فكل على حسب عمله. الحمد لله أن ختم الله لنا هذا.